والله خدمت في الجامعة، خدمت أنا أولا معناتها صلب الرابطة الجهوية لكرة القدم بصفاقس، وخدمت صلب المكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة. بعد الحقيقة أنا قدمت استقالتي، باش نبداو واضحين، قدمت استقالتي في المنظار قبل هذه، باعتباره أنه القانون سي إسلام يقول أنه اللي قدم استقالته يتحرم من المنظار كامل. هذا معناتها باش العباد كل تقعد معناتها موجودة وما تحاولش معناتها تاخذ الموقف اللي تحب عليه. شوف أنا مرة تم تقريبا تجميدي 6 أشهر، فما تم إحالتي على لجنة النظام، تم حرماني من لجنة التنظيم، دونك اش قاعد نعمل؟ توا بصراحة معناتها راهو أنا شوف أنا راني ما نتهم في حتى واحد، راهو أنا السياسة هذه راهي كانت موجودة في كرة القدم مالوريزمون، دونك رجعت كلموني الأخيان الحقيقة، والحسب الاجتماعات التمهيدية اللي صارت كنت مقتنع بليز أو موا، قدمنا برشا. إذا طلع المكتب الجامعي هذا باش نخدموا العباد الكل اون كورديناسيون، ما نجموش راهو نخدموا ننجحوا واحد، وإن شاء الله بالتوفيق حتى أي مكتب جامعي إذا طلع باش يستحقنا في أي حاجة رانا باش نكونوا موجودين، إحنا رانا منفتحين على العباد الكل، وأي إنسان يستحق حاجة وبالتوفيق للعباد الكل اللي تنجم. لا شوف فما لجان تاع تدقيق قاعدة تخدم على روحها، معناتها فما لجان مختصة تخدم على روحها، أكيد أنه معناتها باش تكون فما نتائج للأبحاث هذه، وأنتم شفتوا حتى معناتها التقارير نتاع البنك المركزي اللي صدرت مؤخرا، دونك إذا فما حاجة تابعة للبلاد هذه تونس ما لازمش تضيع. في ظل القوانين خاصة لقينا في ظل أولا القوانين معناتها الإقصائية وهذه اللي لازمها تتبدل الحقيقة، معناتها فما برشا عبيد، فما برشا إطارات، فما برشا رياضيين متميزين ونجم يقدموا الإضافة، لكن القوانين اللي موجودة حاليا للأسف الشديد كانت تمنعهم، لكن هذا ما يمنعش من أنه الحمد لله تمكننا من أنه نلقى قائمة متكاملة متجانسة بمشيئة الله حسب البرامج نتاعها، إذا كتب لها ربي باش تحمل المسؤولية والتركة هذه باش تحاول تنجح بقدر الإمكان. شوف الانتماء هذاك من ناحيه حتى حد، لكن احنا كنا متفاهمين انه لابارتونونس اللي باش يدخل المكتب الجامعي لازم ينحيها، وقت اللي ننجحوا في انه نحقوا مبدا العداله الاجتماعيه، ما تظلم حد، ما تفك حق حد، تو سي اس اس وغير السي اس اس وجمعيه صفاقس وجمعيه تونس الكل اللي كاين من 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 كبيرها لصغيرها باش يلعبوا كره القدم، اللعبه هذيك اللي هي اكثر من لعبه ومطمئنين على حقوقهم ان شاء الله.